عدم ترشيد الاستهلاك أبرز المشاكل التي تعاني منها منظومة الطاقة، فمع تصاعد درجات الحرارة يتزايد الإقبال على شراء مكيفات الهواء دون الاكتراث لحكم الأمبيرية التي تحتاجها. يفتح الصيف العراقي اللهب سنوياً الطلب واسعاً أمام استيراد مكيفات الهواء التي تعد الوسيلة الأكثر فعالية للحفاظ على البرودة مع تزايد درجة حرارة الصيف. اقتصاديون يقدرون حجم الاستيراد السنوي إلى قرابة 2 مليون مكيف، الأمر الذي أدى إلى زيادة مشاكل استهلاك الطاقة الكهربائية. يجب أن يكون تنسيق بين مقدار الطاقة المولدة في البلد مع الاستيرادات الخارجية أو التصنيع المحلي أيضا من الاير كونديشنات، لأنه هذا يشكل ضغط على الطبقات الفقيرة بالذات. لو لجأنا إلى المبردات استهلاكها أقل، مفروض يكون هناك تقنين وتحجيم لعملية تنظيمية بالبلد ونطلع بنتيجة أقل خسائر ممكنة. عدم ترشيد الطاقة الكهربائية وهدرها مع المشاكل التي تعاني منها المنظومة أثر بشكل سلبي في أداء القطاع الكهربائي وقدرته على توفير إمدادات الطاقة على الرغم من وجود مكيفات ذوات قدرة كهربائية منخفضة. بلش الإقبال على السبالت وشراء السبالت من الشهر الثالث طبعا. عندنا وكلاء يجون يشترون من الشهر 12 والواحد يحجزون لحد ما يجي الشهر الثالث يبيعون للمفرد. الناس تتهيأ للصيف لأنه حرارة الصيف تزيد دائما، درجة حرارة 53 مرات توصل، فما يسعفنا إلا السبالت. أكل غرف هسه صارت بها سبالت وصارت الخطوط، لذلك يصير اللود على خطوط الكهرباء وخطوط النقل. ايش قد ما يجهزون الدولة كهرباء ما تكفي لأنه صارت سبالت هواية. من زادت درجة الحرارة وشو هذا قلت الكهرباء، صار السحب على المبردات أكثر للناس اللي ما عاد على مود انهم مشوا، وما حيله المضطر الا ركوبها، اللي وصلتنا انه وزاره الكهرباء الى هالوضعيه. ازمه بدات تظهر مؤخرا، ارتفاع استيراد المكيفات واستهلاكها لكميات كبيره من الطاقه الكهربائيه وزياده النسبه السكانيه بشكل غير مسبوق. استيراد المكيفات في تزايد مستمر ومطالبات بإيجاد حلول جذرية نظراً إلى أنه تسبب بأزمة استهلاك الطاقة الكهربائية وسط معاناة كبيرة يعيشها المواطن. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد.